معركة الفارق، رمضان مبارك، تحرير عروس الخليج، 17 نيسان، كلها أسامي أطلقت على عملية تحرير شبه جزيرة الفارق من قوات الباسيج الإيرانية بعد احتلال دام لعامين. وتعتبر هذه المعركة من أهم الأسباب التي أدت إلى إيقاف أطلاق النار بين القوات الإيرانية والقوات العراقية في الحرب العراقية الإيرانية. معركة الفاو، عملية عسكرية نفذها الجيش العراقي في 17 نيسان من 1988 ميلادية خلال حرب الخليج الأولى لإخراج الجيش الإيراني من شبه جزيرة الفارق بعد احتلال إيران للمنطقة لمدة عامين. أطلق على العملية اسم رمضان مبارك لانطلاقها في أول أيام شهر رمضان. شملت العملية العسكرية التي نفذها الجيش العراقي ثلاث مراحل استطاعت القوات العراقية من خلالها تحرير كامل شبه جزيرة الفارق في حوالي 35 ساعة، وتكبيد الجيش الإيراني خسائر كبيرة ما بين قتيل وأسير بالإضافة إلى الاستيلاء على جميع المعدات. وقد كانت إيران قد حصنت الفاو بخنادق وحقول وألغام، كما شقت القوات الإيرانية مجاري مائية لمنع الدبابات والمركبات من الحركة بينها. أبرز قادة الجيش العراقي: عدنان خير الله، ماهر عبد الرشيد، اياد فتيح الراوي، حسين رشيد محمد. يقابله ابرز قادة الجيش الايراني: هاشمي رفسنجاني، محسن رضائي، اسماعيل شورابي. القوة: 100,000 جندي حرس جمهوري للجيش العراقي. يقابله الجيش الايراني ويتراوح بين 8,000 الى 15,000 من قوات الباسيج. الخسائر: 1,000 قتيل للجيش العراقي، يقابله سقوط أغلب القوة الإيرانية بين قتيل وجريح، وتم الاستيلاء على معظم الأسلحة. التخطيط: أدركت الاستخبارات العراقية أن الجانب الإيراني قد تمكن من اختراق جهاز لاسلكي بعيد المدى في المنطقة الوسطى التابعة للقوات الجوية، حيث استطاعت القوات الإيرانية التجسس والتقاط كل الرسائل المتداولة في الجانب العراقي. فاقترحت الاستخبارات العراقية على أن تتولى الإشراف المباشر على هذا الجهاز ومواصلة بث معلومات صحيحة وأخرى مضللة عبر الجهاز. ولقد وضعت الاستخبارات العراقية خطة مخادعة طويلة ودقيقة في الجوانب التكتيكية والاستراتيجية، وكان الجهاز اللاسلكي أهم وسائل تمرير هذه المواد المخادعة إلى القيادة الإيرانية مباشرة وبسرعة. أما الفكرة العامة فصممت على أساس أن القيادة العراقية مصممة على سحق الهجوم في المنطقة الشمالية وسحب التشكيلات المتضررة وأرسالها إلى منطقة الفاو لإبدالها بتشكيلات منتعشة لإرسالها إلى الشمال، وهو ما دفع القوات الإيرانية إلى نقل المزيد من قوات الفاو إلى الشمال. كان الهجوم مقررا ليتم من خلال قوات الحرس الجمهوري العراقية بالتعاون مع الفيلق السابع من الجيش العراقي وقيادة القوة الجوية والقوة البحرية وطيران الجيش. وقد كانت مسؤولية تحرير الجزء الغربي من شبه جزيرة الفاو من مهمة فرقة المدينة المنورة في الحرس الجمهوري، أما مسؤولية فرقة بغداد من الحرس الجمهوري فكانت من الطريق الاستراتيجي الذي يحد قاطع الفيلق السابع إلى الحدود الفاصلة مع فرقة المدينة المنورة في الحرس الجمهوري، وبالدخول إلى العمق إلى نهاية منطقة المملحة، بحيث تكون الصفحة الأولى لقوات الحرس الجمهوري هي احتلال قاطع المملحة. أما مهمة فرقة حمورابي في الحرس الجمهوري فكانت الصفحة الثانية، وهي تحرير مدينة الفاو بالتعاون مع جهد قوات الفيلق السابع وصولا إلى منطقة رأس البيشة، وتكون فرقة نبوخذ نصر في الحرس الجمهوري فرقة الاحتياط. الهجوم: في ليلة الهجوم حضر الرئيس السابق صدام حسين ونائب القائد العام الفريق أول ركن عدنان خير الله ووزير الدفاع إلى مقر الحرس الجمهوري في الساعة 4:30،
فجر 17 نيسان من 1988، حيث أطلقت أكثر من 1000 قوة نيران في القصف التمهيدي المركز. وفي الساعة 6 شاركت الدبابات في تدمير النقاط الحصينة الأمامية، وقد شاركت الزوارق الحربية والقوات الجوية في مرحلة القصف. وفي الساعة 6:30 انطلقت قطاعات الصولة لكسر الحاجز النفسي وحاجز منظومة الموانع. وفي الساعة 12 من يوم 18 نيسان 1988 دخلت كتيبة دبابات الفارس بأمرة المقدم الركن سالم حافظ التكريتي التابع للواء المدرع 17 حرس جمهوري مدينة الفاو، ورفعت العلم العراقي فيها. ومع ساعات الهجوم الأولى حققت قوات الحرس الجمهوري تقدما سريعا جدا، وفرضت تفوقا ساحقا أدى إلى استعادة الفاو والإخلال بالتوازن الاستراتيجي للقوات الإيرانية على طول الجبهة. فاضطرت القيادة الإيرانية فيما بعد إلى قبول بوقف إطلاق النار. النتائج: مثلت الفاو نقطة تحول لحرب الخليج، ودفعت هي وباقي الانتصارات التي حققها العراق بعد معركة الفاو لإعلان مرشد الثورة الإيرانية الخميني في 5 تموز 1988 ميلادية قبول إيران وقف إطلاق النار، كما أنها منحت العراق منفذه المائي على البحر الذي حرم منه سنتين. يذكر بعض الخبراء العسكريين أن العراق تلقى نصائح خارجية للإعداد والتخطيط للمعركة، بينما اتهمت إيران دولة الكويت بالسماح للعراقيين باستخدام جزيرة بوبيبان كمعبر لعبور قوات الجيش العراقي.